بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيب قلوبنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين. ونحن في ليلة هي خير من ألف شهر، وهي ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. وعظمة هذه الليلة وسر هذه الليلة أن الملائكة والروح تنزل في هذه الليلة على خليفة الله في الأرض. وهنا كلام كثير أيها الأحبة. الخلافة الإلهية منها ما يقتصر على بقعة جغرافية محددة كخلافة هارون مثلا، اخلفني في قومي، وهناك خلافة إلهية تمتد لكل الأرض بل حتى لسكان السماوات. إني جاعل في الأرض خليفة، في الأرض مو في قومي، في الأرض خليفة. في ليلة القدر تنزل الملائكة والروح، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر على نبي ذلك الزمان أو إمام ذلك الزمان. وفي عصرنا الحاضر تنزل على إمام زماننا سلام الله عليها. ولهذا ليلة القدر في الروايات هي ليلة فاطمة وأولاد فاطمة سلام الله عليهم أجمعين. وبما أنها ليلة الزهراء وأولاد الزهراء، فأود أن أقارن في هذه الليلة بين آيتين: آية في مريم الكبرى وهي الصديقة الكبرى فاطمة، وآية في مريم الصغرى وهي السيدة مريم عليها السلام. أما آية مريم الكبرى الزهراء: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأما آية مريم الصغرى وهي السيدة مريم عليها السلام: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. تطهير مع تطهير للصديقة الكبرى فاطمة وللسيدة الزكية مريم عليهما السلام. ولكن فرق بين هذا التطهير وذاك التطهير، فتطهير فاطمة أعظم من عدة نواحي في الآية الكريمة. منها على سبيل المثال التعبير عن تطهير فاطمة بالمضارع: إنما يريد الله يطهركم، بالمضارع فيه دلالة على تجدد الإرادة واستمرارها. أما الأفعال الواردة في آية السيدة مريم عليها السلام فكلها بصيغة الماضي تخبر عن ماض قد وقع: إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك. أما فاطمة يطهركم يريد، صيغة مضارع. ولهذا آية تطهير الصديقة الكبرى أعظم. هذا الحيثية الأولى. أما الثانية، آية التطهير للسيدة الزهراء عليها السلام تعمم التطهير لكل بيت النبوة: إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت، فاطمة أمير المؤمنين، الحسن، الحسين، التسعة من بعد الحسين، فتشمل كل أهل بيت النبوة، فتشمل كل أهل بيت النبوة عليهم السلام. أما آية تطهير مريم فتقتصر على مريم حصراً: إن الله اصطفاك يا مريم، طهرك يا مريم، اصطفاك يا مريم. أما آية تطهير فاطمة تشمل كل بيت أهل النبوة، وبذلك هي أعظم. حيثية ثالثة: تطهير فاطمة وآل البيت في آيتهم خص بأداة الحصر: إنما، فهو تطهير خاص أعلائي بهم عليهم السلام. أما تطهير السيدة مريم عليها السلام لم يرد فيها أداة الحصر. أخيراً، إن الله تعالى أسند تطهير السيدة مريم إلى الملائكة وهم أخبروها بتطهير الله لها. أما تطهير السيدة فاطمة عليها السلام في آية التطهير أسند إلى إرادة الله المباشرة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس. وبذلك يكون تطهير الزهراء أعظم سلام الله عليها. رزقنا الله وإياكم معرفتها وخدمتها والدوام بخدمتها، ورزقنا شفاعتها، وجمع بيننا وبينها في يوم
لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.